لما تحب وترضاه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي واصرفهم عن كل شر وتولهم في كل أمر. أمير المؤمنين محمد السادس، اللهم انصره ووفقه لما تحبه وترضاه. من هديه صلى الله عليه وسلم التصدق ببعض الأضحية على المحتاجين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم، عيدكم مبارك سعيد إن شاء الله على جميع المسلمين والمسلمات في العالم العربي والإسلامي قاطبة. من بعد الإقطاع ديال سنتين بأسباب الوباء اللي مر تقريبا بجميع الدول العالمية إن شاء الله، والحمد لله بفضل الجهود ديال الدولة وديال الناس اللي مشرفين على القطاع الأمني وغيره، تمت مرت يعني الأمور أجواء من الطمأنينة والسكينة، وكانت الأمور طيبة الحمد لله، ومرت أجواء زوينة بكتافة لاحظنا على الأعوام السابقة. ونتمنوا عيد مبارك للجميع، وديما تكون بلادنا في أمن وأمان، والله ينصر سيدنا محمد السادس والأسرة الملكية، وتنباركوا هذا اليوم المبارك للجميع المسلمين والمسلمات وجميع المغاربة والمغاربة العالم والجالية المغربية، واللي ما حضرش نباركوا ليه راه بحال معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله بعد الانقطاع الذي دام سنتين، لكن الحمد لله نلاحظ إقبال كبير الحمد لله، وكأن شيئا لم يكن، وكأن الانقطاع لم يكن، وما زال الناس الحمد لله يقبلون على صلاة العيد ومتشوفون يعني مشتاقون لهذه الأجواء هذه، واشتقنا لها ولله الحمد. مبروك عواشركم وعيد مبارك سعيد، ونتمنى لكم الصحة والسلامة والرزق إن شاء الله. بالنسبة لهذا العيد هذا الحمد لله مزيان، كاين الحمد لله كاين تحرك هذا العام، وشنا الناس كثيرين في الجامع، وتمناو الخير والرباح ورزق ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم، عيد مبارك سعيد، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله باش ما تمنيتوا. ومن بعد مقاطعه الكوفيد ديال السنتين اللي ما جيناش كاع للمصلى، المهم داز نهار زويون مع فرحه مع العائلات مجموعين، تتلاقاو مع الحباب والصحاب، كان زويون، كانت عامره، كانت زويونه دايزه، دايزه يدك مع الحباب والصحاب،